في الدراما التركية هناك مسلسلات تأخذك إلى عالم آخر، قصص غير متكررة تجعلنا نعيش تجارب غير متوقعة. في هذا الفيديو سنعرض لكم أفضل 10 مسلسلات تركية بقصص فريدة من نوعها، استعدوا لمغامرة لا تنسى. نبدأ مع مسلسل في الداخل، قصة شقيقين انفصلا في طفولتهما ليجد أحدهما نفسه في عالم الشرطة والآخر في عالم الجريمة. الاثنان في صراع، لكن الحقيقة المرة أنهما في مواجهة بعضهما دون أن يدركا. مسلسل فاي، رحلة نفسية مثيرة عن طبيب نفسي مهووس براقصة بالي. إنه مزيج من الرغبة والسيطرة والتلاعب بالعقول، حيث تتداخل الحدود بين الواقع والخيال. وفي مسلسل الغرفة الحمراء نفتح أبواب جلسات علاج نفسي تكشف لنا قصصا مؤلمة ولكنها حقيقية، كل حلقة تحكي حكاية عميقة عن النفس البشرية. مسلسل الشخصية يأخذنا إلى عالم الانتقام، رجل مسن مصاب بالزهايمر يقرر أن يحقق العدالة على طريقته الخاصة قبل أن يفقد ذاكرته للأبد. أما مسلسل فاطمة فهو حكاية خادمة بسيطة تتحول إلى قاتلة بدم بارد، في كل خطوة نتساءل كيف استطاعت أن تخفي حقيقتها عن الجميع. مسلسل عطية، فنانة تكتشف سرا أثريا غامضا يربطها بماض غير متوقع، الغموض والأساطير يتداخلان في كل لحظة مما يخلق جوا من التشويق لا مثيل له. مسلسل حب غير مكتمل، تخيل أن تعود للحياة في جسد شخص آخر بعد مقتلك لتسعى لحل لغز موتك. هذه القصة تمزج بين التشويق والغموض بطريقة فريدة. وأخيرا مسلسل بابل، حيث أستاذ جامعي يطرد ظلما من وظيفته ليجد نفسه متورطا في عالم الجريمة والفساد، وتبدأ رحلته في اتخاذ قرارات مصيرية تغير حياته. كل مسلسل من هذه المسلسلات يقدم لنا قصة لم نرى مثلها من قبل. أي واحد منها ستختارون لمشاهدته أولا؟ شاركونا آراءكم.